سجلت الولايات المتحدة أول إصابة بمرض جدري القرود لرجل من ولايات ماساتشوستس، كما أعلنت السلطات الكندية أنها تحقق حالياً في 13 حالة مشتبه بها أن تكون جدري القرود. وقد تم تسجيل الفيروس في 7 بلدان على الأقل، منها إسبانيا التي سجلت حالة للفيروس، حيث حذرت السلطات الصحية الإسبانية بشأن تفشي محتوى لهذا المرض جدري القرود بعد أن ظهرت على 23 شخصاً أعراض متوافقة مع العدوى الفيروسية. وتم إصدار التحذير على هذا على مستوى البلاد لضمان استجابة سريعة ومنسقة في الوقت المناسب، فيما سجلت البرتغال حوالي 5 حالات حتى الآن، بالإضافة إلى ما كان في إيطاليا والسويد والمملكة المتحدة التي سجلت حتى الآن 9 إصابات.